السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة سكسي سكن شو، ومع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا لليوم هي من المطبخ الصيني. اليوم وصفتنا إن شاء الله طريقة عمل دجاج الكانتون بطريقتي الخاصة. لمعرفة الطريقة بالتفصيل تابعونا لنهاية الفيديو. مقادير وصفتنا لليوم: أولا، مقادير طبق دجاج الكانتون، وهي 450 جرام من صدور الدجاج مقطعة قطع مربعات، 1 فلفل رومي أحمر مقطع قطع صغيرة، 1 فلفل رومي أصفر مقطع قطع صغيرة، حبتين بصل مقطع قطع شرائح، 4 فصوص ثوم مقطع قطع صغيرة، نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة بابريكا حار، ملعقة كبيرة زيت نباتي، ملعقة كبيرة صلصة طماطم، ملعقة كبيرة من صوص الصايل الحلو، وقليل من السمسم للتزيين. ثانيا، مقادير خلطة تغطية الدجاج، وهي نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض، نصف ملعقة صغيرة بابريكا حار، ونصف ملعقة صغيرة ملح، وملعقة كبيرة زيت نباتي، نصف كوب دقيق بر. وللاطلاع على المقادير بالتفصيل تجدونها في وصف الفيديو. نقوم بتتبيل الدجاج استعدادا لقليل. أولا، نقوم بوضع قطع الدجاج في وعاء، ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة بابريكا حار، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض، وملعقة كبيرة زيت نباتي، ونصف ملعقة صغيرة ملح، ونصف كوب دقيق بر. وبعد وضع المكونات نقوم بخلطهم. وهذا هو الشكل النهائي لقطع الدجاج بعد خلطها بالدقيق، وأصبحت الآن جاهزة للقلي. نقوم الآن بقلي قطع الدجاج بالزيت على نار عالية لمدة 3 إلى 4 دقائق. وبعد مرور المدة الزمنية نقوم بتصفية قطع الدجاج من الزيت. وهذا هو الشكل واللون المطلوب لقطع الدجاج بعد قليها. نقوم الآن بالمرحلة الأخيرة في إعداد طبق دجاج الكانتون. نقوم بوضع طرية من الزيت في الصينية، ثم نقوم بإضافة شرائح البصل والفلفل الرومي الأصفر والفلفل الرومي الأحمر، ثم نضيف الثوم. وبعد وضع جميع الخضروات نقوم بتقليبه لمدة 5 دقائق على نار عالية. وبعد مرور 5 دقائق نقوم بوضع الدجاج، ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض، ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا الحار، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، وملعقة كبيرة من صوص الصويا الحلو. وبعد وضع جميع المكونات نقوم الآن بتقليبه حتى تتجانس المكونات بقطع الدجاج. ثم بعد ذلك نضيف نصف كوب ماء ونقوم بتقليبه جيدا. وبعد الانتهاء من تقليبه نقوم بتركه على نار عالية لمدة 3 دقائق ويصبح الطبق جاهزا للأكل. وهذا هو الشكل النهائي للطبق اليوم. أخواني أخواتي المشاهدين، أتمنى الوصفة نالت على إعجابكم، على أمل إن شاء الله نلتقي بفيديو جديد مع وصفة جديدة. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديد وصفاتنا.